انطلقت الدورة الخامسة لمعرض الكتاب في محافظة بورسعيد، والذي يتواصل على مدار أكثر من 10 أيام بمشاركة أكثر من 60 عارضا. يشهد هذا المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب تنظيم العديد من الندوات الأدبية والشعرية لفنانين من كافة المحافظات، والتي من المتوقع أن تجذب الكثير من الزوار. وسط إقبال جماهيري كبير، انطلقت الدورة الخامسة لمعرض الكتاب في محافظة بورسعيد، والذي يتواصل على مدار أكثر من 10 أيام بمشاركة أكثر من 60 عارضا. هيئة الكتاب تحس إن في تقدم وإقبال غير عادي سنة عن سنة، لدرجة إن هيئة الكتاب بدأت في البداية بحاجة و30 دار نشر، ثم وصلت ل50 دار نشر، ثم حاليا دلوقتي وصلت فوق 60. الحمد لله احنا بادئينه من يوم 28/7، وهيفضل معانا لغاية ان شاء الله يوم 6/8. يشهد المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب تنظيم العديد من الندوات الأدبية والشعرية لفنانين من كافة المحافظات، والتي من المتوقع أن تجذب الكثير من الزوار. المعرض السنة دي في زيادة عن السنة الماضية بوجود جناح أو نشاط للأطفال. هذا النشاط متنوع في تناوله ما بين إقامة ورش دي بتنمي مواهب الأطفال الصغار، وكذلك بعض الفعاليات التي يأتي إليها كتاب الأعمال الخاصة بالطفل، استخدمناهم من بورسعيد ومن القاهرة ومن عدة أماكن داخل الجمهورية.